بسيط قوي، بتعمل بنية أساسية سياسية لطفرة كبيرة جدا وطفرة حديثة على مصر، سواء على المستوى القطري داخليا في استقرار كامل وتسوية ما يمكن من إشكاليات أمنية وغير أمنية بما فيها اقتصادية وسياسية. بس هو واضح من تشكيل المجلس انه بيركز بشكل كبير على الجانب الامني. شوفي حضرتك، ما احنا برضه ما هنقول كلمة امن الناس بتفهمها يمكن مع حضراتكم هنا سبق قلناها، ما هيش هي الجندي او السلاح او المركبة او فرض مظاهرة في الارض، دي اخر مرحلة امنية، ولكن كلمة امن هي منظومة كاملة. بالظبط كده، هي منظومة كاملة بتخش فيها، لازم الناحية الاقتصادية والا ما اقدرش اتحرك، ناحية الوعي والثقافة، الناحية الاجتماعية لازم يكون النسيج فيها كامل، ويبقى عيني على هذه الأمور مهمة للغاية، في النهاية خالص أحلها بالأخيرة دي. هي أكيد في نعود للكلمة الأساسية خالص. وهي إزاي المجلس ده اتعمل لمواجهة التحديات. أنا بأسس وبتقابلني تحديات داخلية وإقليمية ودولية، يبقى المجلس ده بدل ما يبقى القرار قرار سي مؤسسة الأمن القومي أو وزارة الدفاع أو رئاسة الدولة كأشخاص، لا أنا بحطهم في مجلس واحد. وده مستمر بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ لا أعتقد إن بعد الانتخابات هيبقى في وضع جديد كامل، والأمور هتاخد الشكل المؤسسي للدولة لما يبقى عند المجلس. حضرتك تقصد ده كما لو كان يعني للأزمات، يعني مؤقت للأزمات، نعم، أو للحال اللي إحنا فيه حتى تستقر الدولة بمؤسسة. وصلت الصلة بتشكيل حكومات اللي هو أكيد هنرجع للنقاط ديت مع حضرتك، لكن يهمنا طبعا إن إحنا ناخد بقى من كلام الأستاذ تامر القاضي ونعرف إلى أي مدى يعني شايف إنه تشكيل الحكومة حتى الآن يسير في الاتجاه اللي مطلوب، وإيه اللي ممكن تكون شايفه من الحكومة القادمة واجب عليها إنها تعمله قبل ما نتكلم عن الحكومة التالية بعد استقرار الأوضاع والسير في خطوات أكبر في خريطة الطريق، وطبعا المقصود الانتخابات الرئاسية وبعدين الانتخابات الخاصة بمجلس النواب الجديد. جميل. خلينا قبل ما نقول ايه المطلوب من الحكومه الجديده ناخد الخلفيه بتاعت الاقاله. الحقيقه ان الاقاله او الاستقاله جت مبهمه وبطريقه فجائيه، وده فتح باب للتكهنات انه والله كان المقصود انه مجموعه البلد هيتمشي وما الى ذلك، ده من ضمن الباب اللي فتح التكهنات. يمكن حتى الدكتور ببلاوي قال في كلمته انه في اسباب لا يمكن ان انا افصح عنها فيما معناه يعني. المهم انه يمكن ما كانتش تغيير كامل للحكومه، انا شايف انها تغيير وزاري بعض الوزراء على راسهم رئيس الوزراء، مش تغيير شامل لكل الحكومه، طبعا مع فكره الدمج بعض الوزراء. بعد كده طبعا هو الفكره هو التغيير الشامل ليه مطلوب؟ يعني اذا كان في وزارات ادت بشكل جيد تستمر هذه الوزارات كما هي، حتى ممكن في الحكومه الجديده بعد الانتخابات الرئاسيه ممكن الاحتفاظ بنفس الحقائب للوزراء اللي قبلوا بلاء حسن في الفتره بالضبط. جه بعد كده اختيار الدكتور المهندس ابراهيم محمد، الحقيقه ده راجل فرض نفسه، هو راجل عملي من خلال عمله، راجل بيشتغل في الشارع اكتر من ما بيشتغل في مكتبه، ومن خلال وجوده في الحقيقه في المواليين العرب 40 سنه كان عامل حاجتين مهمين جدا قبل ثوره 25 يناير كمان. هو اول من طبق الحد الادنى والاقصى لاجور في المواليين العرب قبل الثوره، وكمان كان عامل حاجه اسمها الاداره الموازيه، الاداره الشبابيه الموازيه، بيأهل شباب فيها علشان بعد كده يمسكوا مناصب قياديه، لان ده اللي احنا كنا مفتقدينه الحقيقه في الدوله كلها، ان بعد غياب الصف الاول اللي كان متهم بالفساد بندور بقى على الصف الثاني الثالث، مفيش خالص، مفيش اي خبرات موجوده بالزبط. لان تم تفريغ كل ده من الخبرات. يمكن العنصرين دول اللي هو سبق انه طبقهم اعتقد انه ليهم علاقه بالواقع الان، لان احنا شايفين ان في اضرابات فئويه تتعلق بتطبيق حد الادنى والاقصى، ويمكن اعلنت عنه حكومه الدكتور ببلاوي فشل في تطبيقه، فبالتالي هنا الراجل عنده خبره في موضوع تطبيق الحد الادنى والاقصى. اما زي ما قلت لحضرتك زي ما حضرتك قلتي انه موضوع الادارات الموازيه الشبابيه الموازيه في برضه مؤسسات الدوله محتاجه في الفتره المقبله انه يتم تجديد الدماء والدفع كوادر، لان احنا لما بنيجي نتساءل بنقول طب هو فين الشباب في الوزارات؟ فين الشباب في المناصب؟ طيب لا دي ده موضوع تاني، ما هو الفكره هو فين الخبرات؟ يعني ما انا اهل الشاب لان هو يمسك المنصب ده وبعدين احطه في المنصب ده موضوع تاني، لكن انا احطه بس عشان مجرد ان هو يبقى اسمه ده شاب موجود، دي حكومه شابه، يعني لا هو في البدايه لده. خلينا نحط قاعده ان 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 فكره ان الشاب يتولى منصب ده كل مطلوب، لكن الشاب عشان يتولى منصب لازم يكون كفء ولازم يكون على درجه علميه مناسبه انه
يتولى هذا المنصب، وده محتاج تأهيل. لكن لو بنتكلم عن وزارة الشباب، خليني أرجع بخلفية تاريخية. فؤاد باشا سراج الدين مواليد 1911، في 1941 يعني كان عنده 31 سنة تولى وزارة الداخلية، ثم تولى عدة حقائب وزارية. بس في الوقت ده كانت طبيعة الحياة الكل كان بيمارس. جه الرئيس الواحد جمال عبد الناصر، كان ثورة يوليو، كان عنده 34 سنة، حكم مصر عنده 36 سنة، ضباط الأحرار كلهم شباب. تعال نبص على أوروبا، هتلاقي كل الوزارات في الأربعينات. فبالتالي الشاب بيفرق، إنه أولاً أكثر ديناميكية وحركة، بيقدر يتحرك، عنده أفكار جديدة. أنا عنده جرأة على القرار. نفس السؤال يا أستاذ سامي اللي سألته للسيادة اللي هو في بداية اللقاء، لأنه إحنا برضه مش عايزين لا نكون متفائلين زيادة إن صح التعبير بهذه الحكومة الجديدة، ولا نكون ليها ظالمين من قبل أن تبدأ تحليل عملها. وما نطلبش منها اللي فوق ممكن يكون طريقها، لا لأنه الطلبات هنا مفيش حاجة هتتحقق أكيد مرة واحدة. عايزين نعرف، أنا لمس في كلام حضرتك شيء من التفاؤل، برغم أن الحكومة لتشكيلها لم يتم حتى الآن، لكن واضح أنه من قيادة الحكومة ومن المناخ اللي ممكن تكون الحكومة المقبلة متوقع أنها تشتغل فيه، حضرتك يعني ألمس في كلامك شيء من التفاؤل. وعايز أرجع بعد النقطة دي لسيادة الدكتور. شوف طبعا عشان ما نحملش الحكومة، طبعا الحكومة الدكتور بلاوي كان عليها اعتراضات كتير، لأنها بدأت خطأ في أخطاء، وقعت في أخطاء سياسية كبيرة، اشتغلت من غير رؤية ولا غير برنامج ولا أي حاجة، مش عارف هو شغال في إيه الحكاية وإيه البرنامج. لكن الحكومة الجديدة ما ننساش إنها عمرها قصير جدا، بمعنى إنه قدامنا مثلا 6 شهور لحد ما نخلص من الانتخابات البرلمانية، هيجي بعد كده رئيس الجمهورية طبقا للدستور هيطرح اسم رئيس الوزراء على البرلمان، هيبقى في مشاورات الحكومة، ده يدخل لها 2 شهر كمان، يعني بمعنى إن الحكومة دي هتقعد معانا من 9 شهور لحد ما نخلص من المباحثات والمناقشات حول تشكيل الحكومة وطرحها للبرلمان. يعني مش هتكون 2 شهر ولا 5 شهور بالظبط. أنا من وجهة نظري إن الحكومة دي مطلوب منها حاجتين. طبعا الحكومة دي مش مطلوب منها تخطيط لاستراتيجيات قادمة مثلا وخطط 5 سنين و10 سنين، يعني ما نحملش الأمر أكثر من مضمون. بس ما دي مشكلة تانية، لأن إحنا بنتصور دايما في حكومات مؤقتة، كل حكومة لازم عشان نبدأ في عمال لغاية ما نستقر كويس. بالظبط، بقالنا 3 سنين ما استقرناش. لكن أنا شايف إن الحكومة دي عشان ما نتحملش أكثر من طاقتها، مطلوب منها حاجتين مهمين. أول حاجة مكافحة الفساد. أنا أعتقد إنه لو الحكومة دي بدأت في تطبيق منظومة مكافحة الفساد، أعتقد إنها تحسب لها. الوقت كافي، الوقت كافي لمكافحة الفساد. مكافحة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية. تاني حاجة، عندنا استحقاقين، استحقاق الرئاسة والاستحقاق البرلماني. فبالتالي الحكومة دي مطلوب إنها تهيئ الأجواء للانتخابات القادمة، بمعنى إنه تهيئ الأجواء الأمنية. انا عايز اخد من كلام حضرتك، والحقيقه انا سعيد انا بسمع الكلام ده من المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره سياده اللي هو ربما الاستاذ تامر، يعني قال انه الحكومه دي واجب عليها انها تهيئ الاجواء الامنيه، يعني حكومه بقياده المهندس ابراهيم محلب بهذه الصفات اللي هو عددها وبالتشكيل اللي لسه لم يتم حتى الان. وسالت حضرتك نفس السؤال، الى اي مدى حضرتك متفائل صح التعبير بهذه الحكومه في 5 شهور او 8 شهور او 9 شهور، ايه اللي ممكن تقدر تحققه حكومه جايه في الجديد؟ لا، كلمه متفائل اولا بالله سبحانه وتعالى. نعم. متفائل. نعم. نمرة 2 بقدر مصر وقضايا التاريخ متفائل. نعم. بما يتم واعلم جزء كبير منه من عمل حقيقي وبنيه تحتيه اساسيه ستنقل مصر نقله باذن الله بدون مقاطعه كبيره، متفائل. ولكن في نقطه عايز اشير اليها، احنا لما جينا عملنا الدستور اتعمل ونزلنا قلنا عليه نعم واعلنا، وانا واحد من اللي قالوا احنا بنقول نعم عشان نقرا سياسيا. الدستور لازم يتوقف قدامه على الاقل في حته احنا النهارده بنعاني منها. اما باجي اقول انا عندي 5 اصناف لهيئه الدوله او ماهيه الدوله او شكلها السياسي، عندي اما رئاسي او رئاسي برلماني او برلماني او ملكي او نظام امريكي وديمقراطي. مش ده تم حسمه خلاص في الدستور؟ هقول لحضرتك، احنا لما طلع الدستور وقيل خرج السيد عمرو موسى، ودايما بقول هذه الكلمه مع احترامنا الشديد ولكن ده نقد سياسي، قال احنا شبه رئاسي. ما فيش حاجه في العلم السياسي اسمها شبه، انها كلمه معينه. انا النهارده واقع في حته ان انا رئاسي برلماني. رئاسي برلماني يعني لازم امثل الاحزاب والتيارات السياسيه في الحكومه، وده عامل لي حته مع احترامي الشديد، وهي دي الاهم بقى اللي حصل عليها من وجهه نظري.
معايا في التأسيس بفهم، ومش لازم تقعد تسألني بقى كتير. مش حكومة سياسية. والله أميل للكلمة يعني دي. ما تبقاش مخصصة لكن تبقى تكنوقراط أكثر. أميل للكلمة دي بقدر عالي، ولكن مع أنها تبقى تكنوقراط وحكومة متخصصة كل في مكانه تحت إدارة رئيس وزراء كإدارة سياسية، وهذه برضو نقطة يمكن أن أتكلم فيها بالنسبة للمهندس إبراهيم محلب. عايز حكومة ما تسألنيش كتير وامشي معايا فيما يجب أن يتم وتم دراسته بدون ما يبقى ما عندكش علم معلومات، ولن أستطيع أديك هذا الكلام لأن دي عاشت حكومة في 3 سنين وما عنديش. حضرتك شايف أن الأسماء المطروحة دلوقتي هل هي يعني مؤهلة لده؟ شوفي حضرتك، لو قلنا أن أنا عندي التغيير اللي حصل ده هو ده 100% أبقى راجل غلطان. لو قلت أن عندي ما فيش ثغرات في التشكيل اللي ما زال بيتم حتى الآن، ونتمنى حتى بعد ما أعلن عن بعض الناس رجع حصل تطوير وتعديل وهذا شيء جيد. عايز اوصل بحكومه يبقى فيه بس نوع من الهارموني مع التاسيس اللي حاصل عشان الهارموني. هل يقدر يحقق نقطتين اسمح لي ان انا اسالهم لحضرتك بهذا الشكل؟ هل يقدر يحقق يعني الاهداف الثوريه صح التعبير بشكل واضح وجلي بدون يعني لف ودوران؟ وهل تقدر هذه الحكومه تضع استراتيجيات ان صح التعبير طويله المدى؟ يعني تعاقب الحكومات ما يخليش مصر تغير كل شويه في اهدافها وفي اولوياتها وتحقيق ايه قبل ايه، والمساله الاقتصاديه قبل الامن او العكس، يعني يبقى في وضوح وثبات في الرؤيه. شوف حضرتك الكلمه اللي بتقولها ده ما تخليش مصر دائما نعيش مستقره في استراتيجيه طويله الامد. يبقى انا النهارده ما تقول لي تحقيق اهداف الثوره، لا انا ما بعرفش كلمه تحقيق اهداف ثوره، ما بعرف نتائج حقيقيه على مستوى دوله قامت الثوره فانتجت هذه النتائج. بتبناها في إطار استراتيجية كسياسة متوازنة حقيقية على علم تأدي لمصر الدور اللي يديها الآتي: أمن قومي، قوة رادعة تتأسس عليها بنية أساسية لطفرة اقتصادية، يبقى عند حضرتك ثقل في الميزان الدولي توزن بيه. هل ده هيوديك لأمن قومي عربي يخلي الثقل أقوى؟ هذا ما يخاف منه. ده أنت مطلوب من الحكومة الجديدة؟ لا لا لا، أنا بتكلم هنا هقول بقى زي ما حضرتك قلت دورها فين في ده. تمشي معايا مع المؤسسة السياسية بكامل أركانها سواء رئاسة دولة أو مؤسسة عسكرية أسست خريطة مستقبل، بحيث تبقى الحكومة جزء تنفيذي بانتماء شديد، لا دخل للحزبية فيه، لا دخل للشخصية فيه، لا دخل في تأسيس مستقبليات ولا دخل لقصر الفترة أو طولها اللي هيقضوها. انا ممكن من دول فاهم انه بعد شهرين وده فهم غلط على فكره يا استاذ ايمن، في ظلم طبعا. هو غلط. انا النهارده لو الاستاذ ايمن معايا، استاذ ايمان معايا، ووجدت ان انا عندي تالنت يمشي معايا النهارده وبكره وبعد، مين يمنعني ان انا احطه في الحكومه اللي جايه بعد كده؟ يستمر بعد ذلك. انما احنا بنتكلم على فتره وبنتكلم على نقل، وعليا ان انا اقول بين قوسين تبديل الحكومه في هذا الوقت في حد ذاته هو خطوه استراتيجيه. لكن مش غلطه زي ما الناس لا يعني تعجبت. لا يا اسمها غلطه، هقولها ببساطه. لو انا اللي قدامي شايف حركتي مستمره اوتوماتيكلي في حاجه معينه يقدر يخطط عليها، لو اجي في توقيت اغير حال اقل هيبقى في ارباك، اما ياخد زمن الارباك ده ويعدل اكون خدت خطوتين لقدام. علينا نفهم الاستراتيجيات بهذه الطريقه، ما اقفش قدام اشخاص، ما احطش مستقبل دوله في اطار امكانيات متخيله. خلينا تامر يعني نطبق لسياده اللي هو قاله على اللي بيحصل حاليا، فكره دمج وزراء وبعدين الاعلان عن ان وزارات اخرى لا هيتم فصلها، يعني مثلا قيل ان التجاره والاستثمار، بعدين قيل لا هتبقى الصناعه والاستثمار، بعدين اتقال بعد كده لا هنرجع التموين، مش هيبقى في تجاره داخليه. هل لسياده اللي هو بيقوله اللي ليه علاقه بالاستراتيجيات، هل حضرتك شايفه فيما يتم تطبيقه حاليا؟ يعني ده شيء ايجابي بكميه الاخبار اللي بنسمعها عن 30 وزير بدل 36، يعني اقصد ان هي انباء كثيره البعض فيها متناقض ومتخبط كمان. هو الاسباب في الكلام ده انه كثير من الناس اللي اتعرض عليهم التقلد الارقام الوزاريه رفضوا بحجه انه الوقت غير لا يسمح، انه دي يعني بيخاف يجي في الفتره دي ليتحرق سياسيا. فبالتالي انا من وجهه نظري شايف ان الركه اللي حصلت بالنسبه لدمج الوزارات، او حتى سامعين عن ان وزارات في شخصيات بتيجي مرشحه بتمشي
شيء بيجي بعديها خلاص بعد ما يتم اعلان ان هو في ناس